السلام عليكم. فقرة من هو لتتعرف على ممثلك المفضل والفائز لهذا الأسبوع وموضوع حلقتنا عن من هو أوكتاي كينارجا. ولد أوكتاي في 27 يناير سنة 1965 في مالاطيا، وكان والداه يذهبان للعمل في ألمانيا ويبقى هو مع جدته تارة وفي برلين تارة أخرى. درس في ثانوية أسكودار، وعندما تخرج منها التحق بجامعة إسطنبول قسم المسرح، وفي نفس الوقت كان يعمل كعامل كهربائي في مصنع فيات. وفور تخرجه من الجامعة دخل امتحانات الكونسرفاتوار ونجح فيها. طوله 1.76 متر وديانته الإسلام. تزوج سنة 2002 من الممثلة أوزغو نامال التي أدت دور راهف بمسلسل وادي ذئاب، وتطلقا سنة 2008. ثم تزوج من ملك أونغون سنة 2012 وتطلق مرة ثانية في 2013. أوكتاي مولع بالسيارات الكلاسيكية القديمة، حيث يشتريها قديمة وينفق الكثير من أجل تجديدها. كيف كانت بدايته وما هي أبرز أعماله الفنية؟ بعد تخرجه من الجامعة وفوزه بمسابقة التمثيل، التحق سنة 1990 بمسرح إخوة الدم الذي كان تحت إشراف هالوك بيلجينير وديريا ألابورا. فتألق أوكتاي مع ممثلين كبار مثل أحمد ليفاندوغلو، وتألق هناك طيلة السنوات بمسرحيات ودروس مع عمالقة في الفن، حيث ترشح لجائزة أفني كأفضل ممثل مساعد. وسنة 94 بدأ بتقديم برامج تلفزيونية للأطفال وأيضا برنامج لاكتشاف مواهب المراهقين، مع تمثيله طيلة التسعينات بالأفلام السينمائية فقط. وشارك أوكتاي بما يفوق 40 عملا فنيا، من بينها أفلام ومسلسلات نذكر منها تارغان في فيلم لا ينسى لأفلام الحب سنة 90، دور جونار في فيلم سلة الطاعون 94، دور في فيلم تشريح امرأة 95، دور جمال بالفيلم الخاص بمسلسل قلب مجنون 2001، دور فرحان بمسلسل سبع تلال اسطنبول 2001-2، مسلسل السيدات والسادة سنة 2002، مسلسل ناس المدينة الأسيرة 2002، دور سليمان شاكر بمسلسل وادي الذئاب 2003-2004، دور سنان بالمسلسل القصير يوجد الموت في حبنا سنة 2004، دور أكفار بفيلم وقت قلبي 2004، دور بين باس بفيلم The International 2006، دور مراد بمسلسل حب الأول 2006، دور طارق بمسلسل الوقت الكافي 2007، دور أزجور بفيلم عند حساب الصفر 2007، دور سونجو بمسلسل الضوء الأحمر 2008، دور ليفانت بمسلسل زهرة الثلج 2008، دور بمسلسل سكاريا الفرات 2009، دور يفوز بمسلسل الأضنالي 2008-2010، دور نوري بمسلسل نوري 2011، دور القائد ترك بفيلم أولاد شاناكلا 2012، دور أمير بمسلسل سأعيش رغما عنهم 2013، ضيف شرف بمسلسل كارديش باي 2014، والآن يبدع بدور خضر بمسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم. وهذه بعض الجوائز التي فاز بها أوكتاي. أفضل ممثل مساعد لجوائز جولدن أورانج عام 94، أفضل ممثل سينمائي بجانب تونجيل كورتيز 94، أفضل ممثل مساعد عن دوره بمسلسل قلب مجنون 2001، جائزة أفضل ممثل لجولدن أورانج سنة 2002، أفضل ممثل مساعد بمهرجان أنطاليا السينمائي 2002. هذه كانت أبرز المعلومات عن الممثل أوكتاي كينارجا، وبهذا تكون نهاية الفيديو. نلقاكم بخير والسلام عليكم.